حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت اللجنة القانونية النيابية عزم البرلمان إجراء مناقلات بموازنة العام الحالي حال وصولها من مجلس الوزراء رغم عدم تحديد موعد لإرسالها من الحكومة. وقال سجاد سالم عضو اللجنة إن هناك مناقلات ستجري في الموازنة لغرض ما اعتبره ضمان النفقات التشغيلية للمحافظات والدوائر، مرجحا أن عملية المناقلة ستكون جزئية وفقا لصلاحيات البرلمان. ويرى المتخصصون أن تأخر الحكومة في إرسال الموازنة يؤثر على السياسات الاقتصادية ومن ثم على المواطن العراقي بشكل مباشر. أفادت مصادر مطلعة بوجود شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة المتكامل في محافظة البصرة. وقالت المصادر ومتخصصون إن مبلغ المشروعات تمت مضاعفته عن التسعيرة التي وضعها مجلس المحافظة السابق بحجة رفع مستوى دقة العمل. وأشارت المصادر إلى أن سعر صب المتر المكعب الواحد في مشروع مجاري القرنة مع أعمال التسليح بلغ 750 ألف دينار عراقي، في حين أكد مختصون أن سعر صب المتر المكعب مع أجود أنواع التسليح وبمواصفات عالية يبلغ 350 ألف دينار فقط. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 322 ألف برميل يومياً، لتتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغ 4,709,000 برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 1,354,000 برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6,063,000 برميل يومياً. تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وباستهداف الاتحاد. وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار. واتهم القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي الحكومة بالفشل في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنجاح فقط في استهداف الاتحاد. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة ميتا المالكة لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منحت الآلاف من موظفيها تقييمات متدنية، مما قد يمهد لحملة تسريح جديدة ستكون إن تمت الثانية خلال 4 أشهر فقط. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه التقييمات المتدنية قد تشير إلى أن هناك حملة تسريح واسعة لموظفي فيسبوك قريبا. كما ألغت الشركة مقياس المكافأة ضمن خطوات أخرى اتخذها كبار المسؤولين التنفيذيين مع تصريح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بأن عام 2023 سيكون عام الكفاءة، وهو تصريح فهم منه أن هناك تسريحات قادمة. والآن مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
بداية الموجز الاقتصادي بأمان الله.